هذا الفوروم هذا تيجي تبعا للسياسه الساميه لسيدنا لي ديفلوبمون ديال السياحه والرياضه. دونك هاد السياحه والرياضه اللي تبارك الله عندهم واحد التنميه قويه في لا ريجيون. سي بور سا كو اون ا فولو بروفيتي دو لامباكت بوزيتيف دي دو سيكتور اي جواندغ لي دو بور افوار اون بويسونس دون ليكونومي ماروكان. دونك هاد لو فوروم هذا درنا سي لو بروميي فوروم. غادي ان شاء الله شاك اني كل عام غادي نديروا انا نحتضنوا نفس الملتقى وغادي يكون بحضور اكثر من المشاركين ولي زانترفونون ان شاء الله. جينا اليوم لهنا باش نقدموا واحد الملتقى رياضي اللي كيهضر على كاس العالم ديال 2030 والايجابيات ديالو سواء على المستوى ديال الرياضه او حتى السياحه في المغرب. هضرنا على بزاف ديال الحوايج من بينهم التنميه ديال السياحه ديال الرياضه ديال الطرق ديال الملاعب وديال بزاف ديال الحوايج اللي غادي نستافدوا منهم سواء في كاس العالم او لا مثلا في كاس افريقيا او حتى من بعد. وهذا الشيء شي حاجه مزيانه للتنميه ديالنا سواء في على المستوى الافريقي او حتى العالم. ان شاء الله من 2030 نكونوا تخرجنا، يعني غادي نلعبوا دور كبير سواء مثلا في اننا نكونوا جزء في البنايه ديال الطرق مثلا بالنسبه اللي غادي يتخرجوا من الفيليير ديال البناء او لا حتى نكونوا اطر مثلا في مختلف الميادين اللي تمكننا اننا نكونوا جزء ان شاء الله من هذا التنميه اللي غادي يعيش البلد في كاس العالم 2030. Que ce forum soit riche en découvertes et en inspirations.